مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة والسادسة تحياتي في البداية لكل جماهير النادي الاهلي العظيمة اللي بتابعنا النهارده وكويس ان متأخرين 48 ساعة في الظهور بحكم ان احنا ما بنظهرش طبعا خميس وجمعة وما بنقابلش حضراتكم خميس وجمعة يمكن الاعصاب تكون بقت اهدى شوية دايما في حالات الغضب من من الافضل دايما انك انت تستنى لغاية لما تهدى عشان تحاول تقرا عشان تحاول تحلل عشان تحاول تاخد قرار لأنه في وقت الانفعال منتهى الخطورة ومنتهى الخطأ في الوقت نفسه أنك أنت تقرر أنك أنت تهاجم أو تاخد قرار بيبقى دايما مش محسوب وعاقب الانفعالات وحالة الغضب دي بالتأكيد بتأثر على قراراتك في قناة النادي الأهلي وفي المكان ده وأنا بكلم حضراتكم وبظهر كل يوم في السادسة بحط اعتبارات كتيرة جدا قدامي بحط اعتبار لإدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيشتغلوا بالسياسه وبيشتغلوا بمنهج وباصين لبعيد دايما من الصعب جدا على اي اداره محترفه انها تبقى باصه تحت رجليها وبالتالي بنحط في اعتبارنا دايما منهج وسياسه ومبادئ النادي الاهلي. حاطين قدام عينينا فرقنا الرياضيه المختلفه وفي صدارتها الحقيقه فريق كره القدم او فرق كره القدم وفي صدارتهم برضو الفريق الاول لكره القدم بما انه الفريق صاحب اكبر شعبيه على مستوى مصر وافريقيا والوطن العربي بنحط في اعتبارنا جدا 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 فكره النقد الموضوعي والبناء في اوقات كتير جدا بنشوف عيوب واضحه وصريحه وما بنشاورش عليها دعما مننا لنجومنا ودعما مننا لاجهزتنا الفنيه عشان نتجاوز الكبوه او السقطه او المشكله اللي حصلت ونروح للهدف الابعد وهو تحقيق الالقاب والبطولات للنادي الاهلي. وبالتاكيد مما لا شك فيه ان جمهور النادي الاهلي العظيم والعريض جدا اللي بيتابعنا بنحطه دايما في اعتباراتنا وبنحط ارائكم وتحليلاتكم ووجهات نظركم دايما قدام عينينا واحنا بنتكلم وبنطرح اي موضوع يخص اسم النادي الاهلي وقبل دول كلهم الحقيقه اهم حاجه عندنا هي مصلحه الكيان هي مصلحه النادي الاهلي اللي بيبقى ليها اعتبارات كبيره جدا بتسبق حاجات كتيره جدا في مجال عملنا الاعلامي سواء فكره السبق او ركوب الترند او الانتشار او او حط حاجات كتيره جدا لكن تبقى مصلحه النادي الاهلي عندنا هي المعيار الأول والأخير في أي كلام بيتقال على الأقل تقدير على لساني وأنا بكلم حضراتكم هنا على شاشة النادي الأهلي، إيه اللي حصل بعد خسارة لقب الكاس؟ وليه حالة العنف وليه حالة الغضب شديدة شويتين؟ هل الموضوع بسبب خسارة لقب؟ لقب بطولة كاس مصر؟ بالتأكيد لا، وكان من الأدعى وكان من الأوجه إنه حالة الغضب والعنف دي تبقى موجودة مع خسارة لقب مثلا زي دوري الأبطال، مكانته حجمه اهميته بالنسبه لجماهير النادي الاهلي اكبر بكتير جدا مع كامل الاحترام والتقدير طبعا لمسابقه كاس مصر هل القصه قصه انك انت خسرت مباراه امام الغريم التقليدي الزمالك يعني بالتاكيد لا برده واعتقد انه الصراع بيننا وبين الزمالك كان وما زال وسيظل دائرا وقدامهم دين طويل قوي عشان يسددوه ويكفي بس دين الضربه القضيه او القضيه ممكن على كل الاحوال الحقيقه الموضوع ابتدى قبل مباراه الزمالك بكتير جدا ويمكن حاله الغضب دي خليني احطها كده بين قوسين هي القشه التي قسمت ظهر البعير. بدايه طبعا واحنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي بس ما تنسوش عشان الهجوم شديد والموجه عاليه قوي وللاسف للاسف الشديد في كتير من الاصوات وكتير من الـ من الـ من الـ يعني الـ المنافسين للنادي الاهلي بيحاولوا ان هم يحسنوا استغلال حاله التربص بلاعبتنا وبنجومنا وبفرقتنا ويضعفوا من موجه الهجوم دي عشرات المرات بفكركم بس انه نفس اللعيبه دي انا مش هرجع بقى واقول لكم اللعيبه دي خدت اتنين بطوله افريقيا ووصلت كاس العالم ووصلت لتل... للنهائي ثالث مره على التوالي ووصلت كاس العالم وجابت اتنين برونزيه ودي حاجه ما حققهاش اي فريق في افريقيا مش اي فريق في مصر اي فريق في افريقيا قبل كده في نسختين على التوالي وجابوا اتنين سوبر وجابوا سوبر محلي وجابوا دوري يعني مش هقعد اعدد لكم لكن انا أقول لكم في نفس الموسم اللي بدات فيه المعاناه اللي احنا عايشينها النهارده والتي لا يسال عنها سوارش والتي لا يسال عنها سوارش في نفس الموسم ده الاهلي بدا بنفس السكواد ده وبنفس اللاعبين دول وكان مكسر الدنيا وارجع لبدايه الموسم مين كان بيقف في وش النادي الاهلي مين قدر يصمد أمام النادي الأهلي؟ نفس سكواد نفس اللعيبة. افتكر كده بداية الموسم العلامة الكاملة في أول ست مباريات وأمام المنافسين الرئيسيين ليك في البطولة. الزمالك شال خمسة، سموحة شال أربعة، بيراميدز شال ثلاثة وغير واسماعيلي شال أربعة، والمقاصة شالت أربعة. و... سكور وأداء ونتائج وقول زي ما أنت عايز سقول. هما نفس اللعيبة عشان بس الناس اللي بتحاول تستغل الكبوة اللي إحنا بنمر بيها دلوقتي وهي كبوة صعبه وعنيفه بندفع ثمنها وهندفع ثمنها لغايه نهايه الموسم هما هما نفس اللعيبه مفيش حاجه اتغيرت يمكن علينا شويه من نقص وشويه من اجهاد وبمناسبه النقص والاجهاد واحنا بنتكلم على اللعيبه وانا كنت عايز اتكلم على الماتش ده ولا الماتش اللي قبليه ولا اللي قبليه انا بتهالي انه كيرف نازل او يعني في حاله عدم استقرار خليني اقول من قبل ما يمشي باربع خمس ماتشات ومن قبل ماتش الوداد في نهاية نهائي دوري ابطال افريقيا باربع خمس ماتشات من هنا بدات المشكله ومع كامل الاحترام والتقدير وكل الحب لمستر موسيماني واحد من انجح المديرين الفنيين اللي تولوا مسؤوليه نادي الاهلي ودي ما فيهاش وجهات نظر وما اراء ولا اهواء شخصيه الراجل ده اسمه محطوط في تاريخ النادي الاهلي بحروف من نور شاء من شاء وابى من ابى دي هنا ارقام ما فيهاش اراء ولا وجهات نظر شخصيه واحد من افضل المديرين الفنيين تولوا المسؤوليه لكن اللي احنا بندفعه دلوقتي واللي بيدفع فاتورته سوارش دلوقتي جزء كبير جدا من مسؤوليته يتحمله مستر بيتسو موسيميني وجهازه المعاون ودي وجهه نظر شخصيه دي وجهه نظر شخصيه تختلف معاها تتفق معاها ده شيء يرجع لك انا بقول وهدفي في النهايه مصلحه النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي بتقول انه في مشاكل كثيره جدا في فرقه كره القدم في حالة معاناة وفي حالة إجهاد وفي حالة عدم تركيز لو بصيت على ماتشين ماتشين ويمكن عدم التركيز مشكلة كبيرة بعيدا عن الإجهاد أنا مدرك تماما ومقدر تماما لمشاعر وأحاسيس كل لعبتنا اللي, اللي بالتأكيد بيعيشوا واحدة من أسوأ وأصعب فتراتهم داخل جدران النادي الأهلي في الفترة الحالية لكن عدم التركيز شيء والإجهاد شيء تاني يعني بمعنى أنه لما عدم التركيز والأخطاء السزجة سزجة أخطاء في منتهى السزاجة ما يعملهاش لعيبه كره قدم في بدايه مشوارهم. تكلفك خساره ثلاث نقاط مهمه في صراع الفوز على بطوله الدوري، ارجع كده لاخر ماتشين ماتشات الاهلي بيراميدز والزمالك. اربع اخطاء في منتهى السذاجه كلفونا اربع اهداف غاليين جدا. صعبوا من فرصنا او من مشوارنا في استعاده بطوله الدوري ولقب الدوري واضاعوا علينا لقب الكاس، اربع اخطاء ساذجه لا اقل. وخد بالك ان التوقيت مهم جدا لانه التوقيت توقيت الاخطاء دي والنا... والنتيجه الخطا ده بيكون احراز هدف في مرماك في المباراتين بيشقلب بشكل كبير حال المباراه بيغير من سيناريو المباراه بيدى المنافس بتاعك حاله من الثقه حاله من الارتياح ويصدر لك انت حاله من التوتر بنترجمها غالبا لحاله من الصربعه وما بنقدرش نغير من النتيجه ففي فرق كبير جدا بين حاله الاجهاد اللي احنا مقدرينها وحاله عدم التركيز اللي اثرت علينا في ماتشين في منتهى الاهميه. بالتاكيد كله تحت الدراسه والتحليل ودايما اتعودنا من اداره النادي الاهلي ان ردود افعالها مقدره ومرسومه ومدروسه بدقه عاليه جدا. والاكيد اللي اعتقد ان احنا متفقين عليه انه الاهلي في حاجه الى تجديد دماء. وهذا ليس تقليلا من الاسماء اللي موجوده، الاسماء اللي موجوده وعدت واوفت. وفي تقدير الشخصي برضو دي وجهه نظر شخصيه ممكن حضرتك تتفق او تختلف معاه انه في كتير من اللاعبين حققوا للاهلي اكتر بكتير جدا من امكانياتهم هذا الجيل حقق للنادي الاهلي اقل اعلى بكتير جدا من امكانياته واعلى بكتير جدا من اللي مطلوب منه وبيتهيأ لي انه تيشرت النادي الاهلي كانت سبب اصيل في تحقيق الجيل ده لعدد كبير جدا من اللاعبين لكن لو بنتكلم على كواليتي فانا اعتقد انه الاهلي فيه حاجه الى ثوره الفوارق بيننا وبين منافسينا على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا وعلى مستوى الوطن العربي طول عمرها كبيره الفوارق دي ضاقت لاسباب خارجه عن اراده اللاعبين ده مش ظلم ولا تجني الحقيقه على على قيمه النجوم اللي موجوده في النادي الاهلي لكن الحقيقه هم كمان بيدفعوا فاتوره صعبه جدا هم ما كانوش ليهم يد فيها وفي النهايه عندنا هدف وانا بقول حتى حتى وان نجحنا واعتقد انه الاهلي وافتكروا الكلام ده كويس قوي انا بقول لكم انه فرص النادي الاهلي في ظل الظروف الصعبه دي وفي ظل الكاب اللي احنا بنمر بيها دي فرص النادي الاهلي انا ما زلت عند راي فرص النادي الاهلي في تحقيق لقب الدوري على حساب الزمالك ما زالت اكبر والايام بيننا وافتكروا الكلام ده كويس جدا فانت في حاجه ماسه انك انت تعد المسار على مرحلتين واعتقد ان اداره النادي الاهلي مدركه لده كويس جدا وكابتن محمود الخطيب حاطط ده قدام عينه ويمكن ردود الافعال اللي حصلت في ال 48 ساعه الاخيره بتقول ده وبتاكد على معاني الكلام اللي انا بكلم حضراتكم فيها. احنا في حاجه ماسه الى تصحيح مسار على مستويين نلحق نفسنا بدايه من بكره قدام الجونه واعتقد ان شاء الله باذن الله أن المتبقي من مباريات النادي الاهلي حتى واحنا بنمر بال... بالهزه العنيفه دي قادرين نحسمها. قادرين نحسمها لصالحنا والباقي مش بتاعنا ده اللي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي النهارده وده اللي هيحاسبكم عليه الجمهور والإدارة اداره النادي الاهلي في نهايه الموسم كل واحد محتاج يراجع حساباته كل واحد محتاج يشتغل على نفسه في النهايه انت مش لابس تيشرت النادي الاهلي انت لابس تيشرت النادي الاهلي وفوقيها 80 90 مليون واحد واقفين في ظهر النادي فانيلا تقيله جدا 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 والاهم من ده هو النظره على الموسم القادم وكواليتي اللاعبين اللي النادي الاهلي محتاجهم اللي في ظني يمكن انا اتكلمت مع كتير من محللينا هنا في وضيوفنا في السادسه احنا نتكلم حقيقه في في سبع او ثمان مراكز محتاجه لدعم بلعيب مش سوبر ستار لعيب ميجا ستار كل الاسماء اللي طرحت في الفتره الاخيره على صفقات او مفاوضات او حضراتكم تابعتوها على السوشيال ميديا طبعا في جزء منها يعني لا أساس له من الصحة، لكن حتى أنا بتكلم جمهور نادي الأهلي كواليتي اللعيبة اللي محتاجها النادي الأهلي كواليتي لعيبة مش موجودة في مصر. أنت بتتكلم على فريق طموحات طموحاته، طموحات إدارته، طموحات جماهيره النهاردة بقت بتدور على مركز أفضل في بطولة كأس العالم للأندية، وأنت بتلعب مع ريال، وأنت بتلعب مع بايرن، وأنت بتلعب مع تشيلسي، وأنت بتلعب مع بالميراس، أو أي بطل من أبطال أو حتى مع الهلال السعودي أو الدحيل القطري. أنت النهاردة بتروح البطولة مش هتبقى راضي بالميداليه البرونز جمهور النادي الاهلي بيحلم النهارده شوفت فرقته في المباراه النهائيه فالكواليتي اللي موجوده انا مش محتاج مع كامل التقدير انا ما بقللش ما بحبش اقلل من اي حد لا محليا اذا كنا بننافس مثلا الزمالك وبيراميدز ولا افريقيا اذا كنا بننافس الترجي والوداد والسانداؤنز والرجاء المغربي وغيرهم من انديه افريقيا الفوارق ضاقت قوي وقربت قوي ومحتاجين ناخد سبرنت ناخد قفزة عملاقة عشان نرجع الأهلي كلنا هذا الكلام يتحمل مسؤوليته جميع عشاء النادي الأهلي مش بس المسؤولين في الإدارة الجمهور ليه دور اللعيبة اللي موجودة واللي هيكمل منها ليه دور الجهاز الفني اللي ليه دور وصعب جدا نحكم على سوارش آه طبعا إدارته للمباراة عليها علامة استفهام كبيرة جدا لكن أبدا مش ممكن ده يكون معيار للتجربة أو للحكم على تجربة مستر سوارش التي لم تبدأ بعد والتي لم تبدأ بعد نهدى ونبص للي جاي وان شاء الله باذن الله القادم باذن الله ان شاء الله افضل ما فيش اسوء من اللي احنا عدينا منه ده وباذن الله قادرين نرجع احسن من الاول الاهلي كبير والكبير يمرض ولا يموت. النهارده هيكون ضيفنا المحل الفني كريم سعيد تابعونا على مدار الحلقه وكل اسئلتكم بالمناسبه فاتحين النهارده الحدود لمشاركه الجماهير من خلال اسئلتكم على السوشيال ميديا اسالوا اسالوا كل الاسئله اللي تحبوا تتكلموا فيها اسالوا واطرحوا كل الموضوعات كل الافكار كل وجهات النظر واوعد حضراتكم ان انا وضيفي العزيز كريم سعيد هنحاول نجاوب ونلاقي ردود على كل اسئله حضراتكم نروح لفاصل ونرجع ندخل في تفاصيل حلقه النهارده اهلا بحضراتكم مره ثانيه بالمناسبه قبل ما ادخل في التفاصيل لازم اوجه تحيه واعتقد انها يعني تحية على على اسمه لسان كل جماهير او معظم جماهير النادي الاهلي حقيقة اللي احتفلت بوليد سليمان رغم سوء النتيجه ورغم خساره اللقب لكن وليد الحقيقه وحاله شوف وليد سليمان يعني جاي من بعيد قوي جاي من بعيد قوي لكن الروح هو ده اللي مطلوب الجمهور على فكره احنا خسرنا القاب كتير جدا اهم من من بطوله كاس مصر لكن لكن طول ما بنحس انه لعيبه مقدمه احسن ما عندها وإن الروح دايماً موجودة ما بتغيبش، الجمهور الأهلي ما بيزعلش، جمهور... جمهور الأهلي جمهور وافي وجمهور فاهم وواعي كويس قوي، يعرف يقدر إنه اللعيبة اللي في الملعب دي بذلت أقصى ما في استطاعتها وقدمت يعني كل إمكانياتها، وبالتالي خسارة اللقب هنا بت... بت... بتزعل أه بس ما بتوجعش، بتزعل بس ما بتوجعش، فوليد سليمان كل التحية الحقيقة كان نجم المباراة الأخيرة قدام دي الزمالك. طيب احنا عندنا اخبار طبعا للاسف الشديد طبعا محمد شريف يعني خلاص الموسم كده بالنسبه له انتهى الاصابه اللي حصلت له في الدقيقه 25 مزق في العضله الضامه وبالتالي اعتقد كده شريف صعب جدا عنده اعتقد يعني برنامج تاهيل محطوط له لمده شهرين تقريبا فبالتالي حسابات او حسابات النادي الاهلي خرج منها محمد شريف لنهايه الموسم لكن الجميل في الموضوع انه النهارده بيشارك في التمرين النهارده طبعا تمرينه اخيره قبل الفريق ما يدخل معسكر مغلق عشان ماتش الجونه اللي كمان 24 ساعه بالتمام والكمال 6 ونص بكره ان شاء الله الاهلي يرجع تاني يستقرف جولات او مسابقه الدوري بلقاء الجونه الساعه 6 ونص النهارده بيشارك في التمرينه بيرسي تاو ميكسوني بيرجع مره ثانيه اكرم توفيق حمد لله على السلامه اكرم واعتقد اكرم باذن الله يستعيد فورمته في اعلى اشكالها في اسرع وقت ممكن تاكيد كواليتي لعيبه الاهلي اكرم توفيق وبدر بنون طبعا السلطان اللي عليه كلام كتير قوي اليومين دول لكن واحد من اللعيبه الحقيقه اللي افتقد النادي الاهلي مجهودها في الفترات الاخيره خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق من النادي الاهلي في الجزيره ونعرف منه اخبار التمرين واستعدادات الاهلي لمواجهه الجونه بكره ان شاء الله مساء الخير يا محمد مساء الخير الزميل العزيز احمد سمير تحياتي ليك كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان نتعرف منك يا محمد اخبار الفريق ايه تمرينة النهارده او جدول فريق النهارده ايه واستعداداته لمواجهه الجونه بكره ان شاء الله. زي ما ذكرت زميل عزيز احمد في مقدمتك يعني حالا دلوقتي واحنا معاك على الهوا النادي الاهلي بيختتم استعداداته بالمران الاخير والاساسي استعدادا لملاقاه الجونه غدا باذن الله في السادسه ونصف مساء على استاد الاهلي و السلام في اطار مباراه الجوله 26 عوده مره اخرى لمباراه الدوري العام وان شاء الله تكون عوده موفقه وتبقى بدايه يعني ضربه بدايه قويه ان شاء الله لعوده الانتصارات. في مسابقة الدوري وإن شاء الله يكون تمهيدا للفوز في بقية المباريات وعودة لقب الدوري مرة أخرى يمكن الفريق بدأ استعداداته في الخامسة والنصف تماما قبلها كان في محاضرة فيديو اتكلم فيها مستر سوارش مع اللاعبين على أهم نقاط القوة والضعف من خلال التحليل الفني والتحليل الإحصائي لفريق الجونة من بعدها الفريق نزل لأرض الملعب يمكن كان الملاحظ أن كابتن سالم الحفيظ عمل محاضرة مع اللاعبين في أرض الملعب أكلمهم فيها عن أهمية هذه المرحلة وأهمية طي ونسيان صفحه كاس مصر والتفكير في مسابقه الدوري واحده من اربع مسابقات متبقيه في الموسم الدوري الكاس للسنه الحاليه وكمان عندنا السوبر القديم والسوبر الجديد ان شاء الله يكون تعويض لجماهير النادي الاهلي خلال الفتره القادمه وعوده نغمه الانتصارات وعوده النادي الاهلي لمكانه الطبيعي كان التمرين بدا ببعض الجمل يعني البدنيه احمد في البدايه طبعا زي ما انت شايف ضغط المباريات فطبعا اهم الجزء دلوقتي قبل الفني كمان هو الجزء البدني بعد كده كان الشق الفني وكابتن صلاح حفيظ اغلق المران امام جميع وسائل الاعلام اللي هي فقط قناه النادي الاهلي والموقع الرسمي للنادي الاهلي طبعا سادت اكثر من رائعة على هذه المباراه يمكن حاله اللاعبين واضح جدا عليها التركيز التام طبعا الجهاز الفني اتكلم كله مع اللاعبين عن اهميه هذه المرحله والنسيان زي ما قلنا صفحه الكاس والبدايه ان شاء الله تكون بكره بمباراه الجونه، التدريب زي ما قلت لك في اللحظات اللي انا بكلمك فيها شغال حالا يمكن نصف ساعه على الاكثر وينتهى المران ومن بعدها يعني الجهاز الفني قائمه من 22 لاعب للدخول في يعني معسكر هذه الليله في احد فنادق القاهره وان شاء الله من بكره بقى على طول الساعه 4:30 التحرك للسيد الاهلي والسلام استعدادا ان شاء الله لمباراه الجونه بدعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالانتصار والعوده للانتصارات مره اخرى زي ما ذكرت يمكن اهم واحد يعني الاخبار واهمها في مران اليوم هو عوده اكرم توفيق للتدريبات الجماعيه يمكن الدكتور احمد ابو عبله قال لي اكرم معانا بقاله يومين دخل في التدريبات الجماعيه للفريق وكمان عوده بدر بنون برستاو ميكيسوني ان شاء الله يكون الاربعه يعني زي ما بنقول مداد وعون اللي بقيت زملائهم في مشوار الدوري العام وكمان نتمنى السلامه لبقية اللاعبين زي ما ذكرت محمد شريف طاهر محمد طاهر احمد نبيل كوكا ان شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي واي 11 لاعب هيتم اختيارهم يكونوا موفقين ويقدموا عليهم في الملعب وان شاء الله تعود الانتصارات وتعود تحقيق امال وطموحات جماهير النادي الاهلي وعوده الدوري مره اخرى للقلعه الحمراء. كل الشكر ليك الزميل عزيز محمد توفيق دي اخبار تمرينه النهارده والحقيقه يمكن يعني يعني وانا ببتدي الموسم مع حضراتكم قلت لكم انه الاهلي عنده سكواد حتى يعني لما جيت قارنته بالفرقه اللي خدت بطولتين افريقيا على التوالي هو الاقوى الحقيقه. واذا كنت بلوم او اذا كنت حملت جزء من المسؤوليه على مستر موسيماني فإنه الحقيقه في اوراق كتيره جدا لما احتاجها الاهلي ما كانتش جاهزه يعني بص على تمرينه النهارده مكسوني بناء على طلبه شارك كم مباراه مع النادي الاهلي محمد محمود واحد من اكتر اللاعبين اللي الناس بتتكلم كل الناس انا ما سمعتش راي حد في محمد محمود بيقول انه اللاعب ده مش مش مستقبل للنادي الاهلي ومش كواليتي نادي الاهلي محمود متولي محمد فخري زياد طارق كوكا يعني وقت لما احتجنا وقت لما التون اتكلم على حاله الاجهاد الشديده جدا كان عندنا اوراق مهمه جدا ممكن استغلال وممكن الرهان عليها لكن للاسف شديد جدا لم يتم تجهيزها او لم يتم تحضيرها بالشكل انها تكون جاهزه في الوقت اللي يحتاجها فيه الفريق بالمناسبه كل الكلام اللي اتكتب على قبل ما اروح لفاصل بس كل الكلام اللي اتكتب على السوشيال ميديا على تمرين النادي الاهلي امبارح والصور المفبركه اللي اتحطت على تمريرة النادي الاهلي امبارح لا اساس لها من الصحه عشان كده بقول لكم بس ان في ناس بتحاول تستغل حالة الزعل او حالة الحزن او حالة الغضب عند بعض الجماهير في محاولة اثارة فتنة وكسر بقى وكمل بقى تكسير وقع الفريق لغاية اخر الموسم ومش مهم يعني مش مهم ناخد بالنا من فرقتنا لا الحقيقة جمهور النادي الاهلي عمره ما كان كده وفي اصعب اللحظات وفي, أس وفي اسوء الظروف كانت جماهير النادي الاهلي حاضرة وواقفة وقدامنا ان شاء الله مشوار لغايه اخره وباذن الله باذن الله الاهلي ان شاء الله مش هيخلص الموسم ده بدون تتويج واحتفال ببطوله جديده نتمناها تكون الدور ان شاء الله. خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل هيكون معانا رامون بلاناس المدير الرياضي السابق لانديه كبيره جدا طبعا اخرهم كان نادي برشلونه ومن قبل كده توتنهام هيكلمنا اكتر على الميركاتو في اسبانيا وعلى استعدادات البارسا والريال وعلى كلاسيكو المنتظر واللي هيجمع بين الاثنين بكره ان شاء الله خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل في السادسه <applause> كلها اسماء كبيره رايان جيجز مع مع اليونايتد سيسك فابريجاس مع ارسنال او مع تشيلسي الانجليزي وين روني مع اليونايتد محمد صلاح مع ليفربول دانيس بيركام مع الارسنال كلها اسماء كبيره وبصوا على الانديه كمان بتكلم عن انديه من اكبر انديه انجلترا اجيال واجيال واجيال كتير جدا جت ولعبت للانديه دي وبالتاكيد لعيبه كويسه لكن مين منهم يقدر يصنع الفارق ده العمله النادره ده الحاجه اللي كل انديه الدنيا دايما بتدور عليها خلينا نروح لإسبانيا وتحديدا طبعا هنروح دلوقتي لمدريد على الرغم ان هو كان المدير الرياضي لفريق برشلونه وتوتنهام في السابق لكن رامون بلانس معانا دلوقتي على الهواء من مدريد خلينا في البدايه طبعا نشكره على ظهوره معانا في السادسه واهلا بيه طبعا على شاشه الاهلي مساء الخير مساء الخير على الجميع شكرا على توجيه الدعوة من قناة النادي الأهلي وشكرا لتواجدي على أحد أهم البرامج الرياضية في مصر والوطن العربي للحديث دائما عن الفقرات الأوروبية وشكرا لأنكم تمنحون العالم كله الحديث عن الكرة الأوروبية ليس فقط في الوطن العربي بداية خليني ادخل معاك في موضوع الليجا، واحدة من أكبر وأقوى المسابقات لسنين طويلة جدا، مسابقة الليجا الإسبانية، فقدت جزء من بريقها، إزاي بتشوف الميركاتو اللي قدمته الصيفي اللي قدمته الأندية الإسبانية، وهل شايف إنه هيساعد الليجا على استعادة جزء من بريقه المفقود؟ <applause> بالنسبة لي اعتقد ان الميركاتو في اسبانيا كان من افضل اعوام الميركاتو في اسبانيا وافضل من الاعوام الماضيه لان العديد من الانديه الاسبانيه قاموا بعمل سوق انتقالات كبير واعتقد ان ريال مدريد كان اكبر الغائبين عن هذا الميركاتو لكن البارسا كان له النصيب الاكبر من الفوز بالعديد من الصفقات الكبيره والتي ستساعد البارسا في الايام القادمه اذا ما تحدثنا عن فالنسيا واتلتيكو مدريد ما زال ما زال هناك بعض الاحاديث وهناك بعض اللاعبون الذين قد ينتقلون الى الاتليتي والفالنسيا لكن تبقى الليجا الاسبانيه واحده من افضل واقوى البطولات في العالم لكن ما زال هناك اسبوع في الميركاتو سيشهد انتقالات ساخنه هي يمكن انا قريب شفت واحده من من مباريات البارسا بسكواد الجديد في غياب طبعا روبرت ليفاندوفسكي واحد من اهم الصفقات بالتاكيد اللي ابرمها الكتالوني لكن في النهايه بنتكلم على خط هجوم ناري بنتكلم على انسوفاتي بنتكلم على اوباميانج بنتكلم على مانفيز دي بنتكلم على رافينيا طبعا واحد من اهم الصفقات يعني في الدوري الاسباني كله مش بس في برشلونه هل بتشوف انه الصفقات اللي ابرمها البارسا في الموسم الحالي قادره على انها ترجعه مره ثانيه لمنصات التتويج سواء على المستوى المحلي في اسبانيا او على المستوى الاوروبي كلقب تشامبيونز ليج برشلونه قام بعمل تدعيمات قويه وتدعيمات قويه جدا لان برشلونه قام بتدعيمات في خط الدفاع وخط الهجوم واعتقد ان خط الهجوم الذي ذكرته بقياده أوباميانج ومعه ليفاندوفسكي ستكون نقطه كبيره ونقطه عظيمه بالنسبه لهجوم برشلونه في العام القادم واعتقد وتاكيد على كلامك اعتقد ان البارسا سيقوم بعمل سيزون كبير وسيزون رائع العام القادم وسينافس ايضا على لقب تشامبيونز ليج بالاضافه الى الليجا طيب بمناسبه ليفاندوسكي طبعا في صفقات ثانيه مع البارسا انا طبعا ما قلتش اسم لاعب بحجم طبعا عثمان ديمبلي واحد من اهم الاجنحه في العالم وفرانكسي وكريستنسن كلها صفقات الحقيقه مهمه جدا للبرسا لكن خليني اسالك على الديال اللي, اللي الناس بتراهن عليه في الليجا السنه اللي جايه ليفاندوفسكي في مواجهه بنزيما هل شايف ان الثنائي ده ممكن يعوض غياب اسمين كانوا الابرز على الساحه الاسبانيه ميسي وكريستيانو رونالدو وهل من الممكن المنافسه بينهم ترجع برضو لليجا جزء من قوتها وسخونتها اللي كانت موجوده ايام ميسي وكريستيانو رونالدو بالنسبه <applause> <في> <applause> لي اذا, <تصفيق> إذا, <تصفيق> إذا <تصفيق> نتحدث عن ليفاندوسكي <applause> وريال مدريد <applause> اعتقد ان وجود ليفاندوسكي <applause> هو وجود عظيم وقوه كبيره للليغا الاسبانيه <applause> لكن بالنسبه لي ان نشاهد مباراه كلاسيكو كالذي ذكرتهم مثل عهد كريستيانو وميسي اعتقد كانوا افضل كلاسيكو ولم يتم تعويض اي لاعب مثل كريستيانو رونالدو وميسي نقول كنا نشاهد كلاسيكو افضل كلاسيكو على وجه الارض وكان له طابع خاص وكما ذكرت مع كل الاحترام ليفاندوسكي وبنزيما لكن لن يكونوا مثل كريستيانو وليو ميسي بمناسبه كريستيانو طبعا اللي اعلن اكتر من مره ومعظم الانباء والتقارير بتقول انه قريب جدا من الرحيل عن الأول ترافورد ومغادره مانشستر يونايتد ارتبط اسمه بعدد من الانديه زي بايرن ميونخ زي بي اس لكن في النهايه لم تترجم لشيء على ارض الواقع بعد التقارير ربطت اسم كريستيانو رونالدو مؤخرا بناديين واحد في ايطاليا وهو اس روما وواحد في اسبانيا وهو اتلتيكو مدريد هل شايف انه في من وجهه نظرك طبعا شايف امكانيه لكريستيانو رونالدو في العوده مره ثانيه للليجا عن طريق بوابه أتلتيكو مدريد؟ بالنسبه لي؟ <applause> أعتقد, اعتقد ان كريستيانو رونالدو لديه قدرات كبيره وقدرات عظيمه لكن اتمنى ان يبقى كريستيانو رونالدو في اسبانيا لكن بالنسبه لي هل كل بعد المجد العظيم الذي صنعها كريستيانو رونالدو في ريال مدريد لا اعتقد انه سوف يذهب الى الاتليتي لكن الليغا الاسبانيه هي الوجهه الاهم لكريستيانو رونالدو واتمنى ان عاد كريستيانو رونالدو يعود الى الليغا ولا يذهب خارج الليغا الاسبانيه زي ما سالتك على المواجهه بين ليفاندوفسكي وبنزيما لازم اسالك على المواجهه بين كارلو انشيلوتي اللي الحقيقه نجح بشكل رائع في قياده الريال رغم معاناة الريال في الموسم الأخير لتحقيق لقبين هما الأهم بالنسبة له الليجا والشامبيونز ليج هل شايف أنه تشابي مع الميركاتو اللي عمله بارسا في الموسم ده قادر أنه ينافس ويقود البارسا لاستعادة لقب الليجا والمنافسة على لقب دوري الأبطال؟ أنشيلوتي هو مدرب رائع ولديه خبرة كبيرة وقام بعمل إنجاز عظيم للوس بلانكوس للريال مدريد لكن كل ما صنعه أنشيلوتي في إنجلترا وأسبانيا وإيطاليا يقول أن أنشيلوتي هو أفضل بكثير ومراحل ولا يجب أن تتم مقارنته بشافي فرنانديز الذي يبدأ حياته كمدرب لكن بالنسبة لسؤالك اعتقد ان برشلونه بعد الميركات العظيم مع تشافي وكارلو انشيلوتي والسيمناريات ومع ريال مدريد سوف نشاهد نسخه عظيمه من الليجا اتقال ان في وقت من الاوقات كان في اهتمام من المسؤولين في اداره نادي برشلونه بانتداب الخدمات الدولي المصري طبعا ونجم ليفر محمد صلاح وايضا تردد في الاونه الاخيره اهتمام من من قبل اداره البارسا باستقدام البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعني معلوماتك عن الملفين دول على وجه التحديد. بالنسبه لصلاح صلاح هو لاعب خارق ولاعب رائع عندما كنت في برشلونة منذ أيام تحدثنا عن إمكانية انتداب محمد صلاح وقمنا بفتح مفاوضات مع وكيل أعماله لكن الأمور لن تتم على أكمل وجه لكن أعتقد أن صلاح كان يكون مكسب كبير وعظيم لبرشلونة وأيضا كانت هناك مفاوضات مع ريال مدريد وبالنسبة لكريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو لاعب عظيم ولاعب يتمناه أي فريق وهو لاعب أسطورة لكن أعتقد وأتمنى إذا عاد كريستيانو رونالدو إلى الليغا مع كل الاحترام للآخرين أن يعود إلى ريال مدريد لكن رحيله من مانشستر يونايتد اعتقد ان كريستيانو سوف يرحل عنهم في الايام القادمه ساعات قليله جدا ويتم تقديم المؤتمر الصحفي اللي هيتم الاعلان فيه عن توليك مسؤوليه المدير الرياضي لنادي ختافي الاسباني واحد من اكبر الانديه الاسبانيه يهمني برضو اعرف منك ايه اهم الاهداف اللي بتسعى الى تحقيقها مع نادي ختافي ختافي هو نادي كلوب ختافي هو ثالث نادي في, في مدريد اللي ومدينة مدينة ولديه و لديه مع عظيم مدريد ونمر بأيام وساعات عظيمة داخل نادي ختافي وقمنا بعمل انتدابات عظيمة من أجل المنافسة ليس أقول على اللقب ولكن من أجل الفوز بمقعد أوروبي لدينا طموحات كبيرة تحدثت مع رئيس النادي وقبل المؤتمر الصحفي كتقديم مدير رياضي لنادي ختافي إذا تم نقل هذه الحلقة خلال وسائل الإعلام الإسبانية أوعد جماهير ختافي بموسم عظيم رامون بيرانس المدير الرياضي لفريق برشلونه وتوتنهام السابق والمدير الرياضي القادم لنادي ختافي الاسباني بشكرك كل الشكر وكل التوفيق ليك في مهمتك مع ختافي في المستقبل خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حلقه النهارده من السادسه مع حضراتكم بكره ان شاء الله قدام الجونه بدايه جديده يمكن في اختلاف مهم جدا في مباراه بكره هو تولي كابتن طلعت يوسف المسؤوليه الفنيه والجنة لسه قريب ضايع مننا نقطتين في منتهى الاهميه بس قبل ما ادخل في تفاصيل الماتش بتاع بكره مش بس ماتش بكره المرحله اللي جايه كلها خليني اقف مع ضيفي النهارده ضيفي العزيز كريم سعيد محللنا الفني هيتكلم معانا اكتر على بدايه حابب اشوف ردود الافعال وافتكروا كويس قوي وانتوا بتخسروا لقب بطوله زي بطوله كاس مصر احساسكم كان ايه وعرفوا كويس قوي جماهير الفرق الثانيه بتحس بايه والاهلي بيكسب بطولة افريقيا والاهلي بيكسب وبيحقق الدوري المصري والاهلي بيشارك في كاس عالم الانديه وبيجيب ميداليات على حساب اكبر الانديه في العالم كله كريم مساء الخير واهلا بيك مساء يا احمد مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي واكيد طبعا مباراه الكاس ما زال اصداءها مستمره وطبعا حابب طبعا ابارك نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك الفوز البطولة وهارد لك للنادي الاهلي لك لينا النادي الاهلي يعني في وجهه نظري الشخصيه ما كانش حد محضر خالص او مجهز نفسه مم. ان يشوف نسخه من النادي الاهلي في المباراه بالشكل ده بتكلم من الامور الفنيه يعني الامور الفنيه ربما الشوط الاول واحد من أسوأ اشواط النادي الاهلي في الدربيات اعتقد حتى موسم 2003 2004 في الدور الاول كنا متوقعين النادي الاهلي ممكن ساعتها كان فريق يعني عنده مشاكل كتيره جدا وقلنا المباراه دي كانت تبقى صعبه قوي على الاهلي، الاهلي ساعتها بصراحه قدم مباراه افضل من الشوط ده الشوط ده اسوء شوط انا شفته للنادي الاهلي في مباراه القمه فنيا بصراحه، ماتش كان سا... شوط اول كان سيء جدا جدا جدا، كل حاجه غلط تقريبا عملناها، كل حاجه يعني ربما ما حدش كان متوقع، خلي بالك يا احمد دايما جماهير الفرق الكبيره بت... وانت بتشوف الشوط الاولاني ده اه ساكن المباراه كلها، بتهيألي يعني لا. الى حد ما عادت الروح شويه في الشوط الثاني لكن لا. وانت بتشوف الشوط الاول ده كان ايه المبرر من وجهه نظرك؟ اه طبعا في مبرر كثيرة جدا طب شوف احنا واحنا بنتكلم رياضه بنتكلم امور فنيه م. وفي في الرياضه يا احمد في حاجات معلوماتيه وفي حاجات فيها مساحه وجهه نظر م. يعني فيها اختلافات زي الطب تلاقي الدكاتره يقول لك بص الحته دي دي معلومات ما احنا كدكاتره ايوه اه ما فيهاش ما, ما فيهاش فيها نظر اه لكن في بعض الامور فيها التشخيص فيها وجهات نظر فيه دكتور في دكتور بيرجع الامر لكذا في دكتور بيرجع الامر لكذا دي في مساحه لوجهات نظر وفي دكتور ممكن يشوف طريقه علاج بشكله نعم دكتور تاني يشوف طريقه نعم علاج بشكل حتى وان كان التشخيص واحد يعني نعم الواضح ان احنا بدأنا المباراه بطريقه 4 3 2 1 والكثيرين توقعوا وانا منهم بصراحه اول ما شفت اسم حمدي فتحي مع عمرو السليه واليو ديانج هذا الثلاثي في ارض الملعب قلت ان حمدي فتحي هيلعب ثالث في خط الدفاع ولكن هذا لم يحدث لان واضح ان سوارش برده من, من السي في بتاعه ما لعبش 3 4 3 في حياته فهو اختار انه يأمن وسط الملعب 4 3 ب 4 3 2 1 تمام واحدة من النقط الفنية اللي احنا بنتكلم عليها في السنتين الاخيرتين من طرق لعب النادي الاهلي ان قفشة لا يجيد لعب جناح في 4 3 2 1 ولكن يجيد لعب الجناح في 3 4 3 وادي دليل على كلامي ماتش النادي الاهلي مع الزمالك في الدور الثاني مع رينيه فايلر في موسم كورونا لما النادي الاهلي اتغلب 3-1 رينيه فايل لعب بالظبط كوبي وبيست من الشوط الاول مم. لعب 4-3-2-1 وحط قفشه كجناح قدام محمد هاني وكانت مشكله كبيره جدا طيب قفشه بيجيد كجناح ولكن في 3-4-3 تلاتة تلاتة. ليه؟ لان في 3-4-3 تلاتة تلاتة يا احمد انت مأمن ورا الجناح الهجومي باثنين لاعبين مأمن بمسك متطرف لان مم. التلاته اللي ورا لما انت بتهاجم بيفرشوا زي ما شفنا الشوط الثاني النادي الاهلي نجح في السيطره فنيا قدام نادي الزمالك والوضع كان مختلف محمد عبد المنعم امن قدام احمد عبد القادر لاول مره في تاريخه يلعب فول في الحته بقى. دي آه. اول مره في تاريخه مم. وتوقعنا يحصل مشاكل لكن كان في مشاكل طول ما انت بثلاثه ومأمن بمحمد عبد المنعم ورا عبد القادر طيب وعلي معلول نفس الامر انت مأمن وراه بياس ابراهيم وبالتالي أفشى كجناح في الحته دي ما عندوش اي واجبات دفاعيه اعمل اللي انت عايزه الشوط الاول احنا كضغط ما بنضغطش الفريق ما بيضغطش لازم يحلق ما انت لازم حاجه من الاثنين لا تضغط لا تحلق احنا كنا بنضغط ولا كنا بنحلق كم الفجوات اللي ما بين الخطوط بتاعتنا في الشوط الاول كبيره جدا وده وصلنا لايه وصلنا لايه الزمالك فريرا لعب ب 5 4 1 في الشكل الدفاعي وما ضغطناش كان الجزيري بيقابل بالظبط من عند قوس نص الملعب ما بيعملش عليك هاي بريشر، سايبك تطلع بالكورة في أول ثلث ملعب بتاعك، أول ما توصل نص الملعب يبدأ الضغط ومنعك إن أنت تمشي نص الملعب وكمان حجم لك تماماً إن أحمد عبد القادر أو قفشة يخشوا داخل عمق الملعب ويستلموا كصناع لعب. واعتمد على محمد عبد الغني كهاف ديفندر، فبالتالي إحنا اضطرينا نعمل إيه؟ نلعب الكرات البالونية الطويلة. طيب انا عايز اقف بس طيب. عشان ما اختزلش الموضوع بس في مجرد مباراه نا. خسرناها او مجرد أي. لقب خسرناه كنت نا. بقول للناس في بدايه الحلقه يعني جمهور الاهلي اللي بيتابع حلقه النهارده انه نفس السكواد ده أي. نفس الاسماء دي ما. نفس اللعيبه دي كانت مكسره الدنيا في بدايه الموسم طبعا لعبا وأداءاً و... و... ونتائج على اعلى مستوى مليون في المائة في نص الموسم حصلت جاب كبيره جدا وتحاول مستوى ال 180 درجه م. عايز اعرف من وجهه نظرك ايه الاسباب في ده بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نبتدي او ندخل بقى في التفاصيل مع ضيفنا طبعا كريم سعيد م. وانا بقى دردش شويه في الفاصل مع كريم اه افتكرت كده انه في حاجات كتير جدا الواحد ما بيختارهاش يعني انت بتختارش عيلتك ما بتختارش المكان اللي انت ساكن فيه ما بتختارش جنسيتك ما, ب... ما بتختارش حاجات كتير قوي في حياتك يعني مساحه الاختيارات بتبقى محدوده لكن لما بنيجي نتكلم على اختيار النادي اللي انت هتربط نفسك بيه وتعيش تشجعه وتعشقه وتقف في ظهره طول عمرك يبقى هنا ليك مطلق الحريه في الاختيار وفي ظني إن جزء كبير من جماهير النادي الاهلي وهي بتختار انها تشجع النادي الاهلي كانت زي كده شايفه في انه الاهلي بالنسبه لهم مصدر لحاجتين مهمين جدا بالذات لو كانوا جمهور بيحب الكوره يعني مصدر لحاجتين مهمين جدا في عالم الرياضه اولا المتعه ثانيا الفرحه المتعه انك بتتفرج على كل ماتش النادي الاهلي وانت بتستمتع وانت بتشبع كوره وانت بتقوم بعد 90 دقيقه خدت جرعه كوره محترمه جدا الجزء الثاني هو الفرحه هو التتويج دايما الاهلي موجود على منصات التتويج وافراح الاهلي اكتر بكتير جدا من الحمد لله يعني من انكساراته فبالتالي لازم الاهلي او جمهور النادي الاهلي يتعود من نجومه ومن لعبته ومن فرقه ان هو مصدر المتعه ومصدر الفرحه اذا غاب واحد من الاثنين مش الاثنين بس يعني اذا غاب واحد من الاثنين دول تاكد ان جمهور النادي الاهلي مش هيبقى راضي وليه كل الحق في ده مره تانية برحب بكريم اهلا, أهلا بيك, أهلا معنا معانا كنت بسالك قبل قبل الفاصل على طول في بدايه الموسم من الاهلي الفرقه دي اللعيبه دي النجوم دول كانوا مكسرين الدنيا وكانت في فرقه بتقدر تقف قدامهم لا في افريقيا ولا في ولا في الدوري, ولغايه قبل نهائي دوري الابطال بشويه ابتدينا نحس انه الكيرف بتاع النادي الاهلي بتاع مستوى الفريق اداء ونتيجه في النازل شويه. نعم. التباين ده حصل ليه من وجهه نظرك؟ اشوف ان مهم جدا جدا في الرياضه وانت في الاوقات السلبيه حتى قبل الاوقات الايجابيه ان التشخيص الجيد شيء هو اهم شيء وقت ما انت بتحس فيه ازمه. تمام. لان التشخيص يا احمد هو اللي بيعرفك هتبدا تحل منين. انك لو شخصت غلط لو شخصت غلط هتضيع وقت في علاج غلط. تمام. وادي مثل. منذ نهايه ماتش الكاس طبعا زي أنا ما قلت احنا في وقت ازمة لناس ما كانتش محضرة نفسها للشكل قبل النتيجة ما إن اكيد اي حد بيمارس صح الرياضة صح لازم تحط عندك اوبشن انك ممكن صح. تتغلب طبعا ده اي حد بيمارس لك. الرياضة ولا اندية العالم بتتغلب ده شيء طبيعي ولكن ما كناش محضرين له ان الشكل يطلع بهذا السوق طبعا. وبالتالي بعد المباراة لقينا في توبيكات كتيرة جدا 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 افتح. وتاني مطلق الحرية طالما أن احنا آمنا بأن هذا العصر هو عصر السوشيال ميديا وأن أي حد معاه موبايل ومعاه تليفون يقدر يكتب وجهة نظره فكامل الاحترام لكامل وجهات النظر بعيدا طبعا عن الخروج عن النص ولكن تشخيص المسؤول واللي شغال في المجال يجب أن يكون مهني أكتر من المشجع المشجع مزبوط. بقى مسيطر عليه انفعالاته وعواطفه وكمان عايز حد يوجهه مم. وجهه نظري الشخصيه طالما ان احنا كلنا متفقين ان اداء النادي الاهلي والشكل في الملعب كان سيء يبقى اول توبيك يجب ان احنا نقف عنه هو التوبيك الفني متضمن البدني والنفسي وكله هو متعلق بالرياضه تمام في بعض التوبيكات الاخرى اللي فيها مشاكل مثل مثلا النهارده احنا عندنا في جهاز فني جديد والسؤال انا بتساله من ساعه الماتش يا كريم حان وقت تقييم سوارش والجهاز الفني الجديد ولا لا؟ الاجابه لا، اهو عشان ما يبقاش فيه اي مساحه للجدل، لا. الاجابه لا. مش في الكوره بس والله يا احمد، والله مم. ما في الكوره بس. لو سالت جا يعني مدير فني في السله او في اليد او حتى في العمل الفرديه وقلت له هل في اي مدرب ممكن يحط بصمه في ايجابيات او سلبيات في اقل من شهر؟ الاجابه مستحيل أي. في اي مدرب احمال انا كان يعني ده كان ده سب... سرقت سؤال من عندي <applause> لانه في ناس كتير بتحمل او مديه <applause> دور مستحيل دور ريكاردو مستحيل سوارش مستحيل جزء كبير جدا مستحيل في اصوات تقول لك النهارده لا سوارش مش هو المدير الفني اللي يليق بنادي الاهلي وان هو مسؤول عن المستوى ازاي يا جماعه يعني انتوا بتتكلموا باي عقل وباي منطق لا مستحيل والله مستحيل, مستحيل, مستحيل. مستحيل, مستحيل. 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 مستحيل والحاجه الثانيه هل في اي مدرب احمال في اي رياضة؟ يعني امبارح كنت يعني بالصدفة قاعد مع كابتن عادل شومه مدرب تنس طاولة سيدات في النادي الاهلي، وبقول لك يا كابتن لو انت بكره الصبح جبت ضرب احمال لهنا جودة ودينا مشرف ومدرب احمال جديد، هل انت ممكن تتوقع منه اداء في الاسبوع الجاي والاسبوع اللي قال لي ولا قبل سبع شهور؟ مدرب احمال، فاللي احنا عايزين نقف عنده ان احنا دلوقتي هنتكلم على ان احنا المباراه دي اول حاجه خسرناها بسبب الاخطاء الفنيه والبدنيه وفي اخطاء في الفريق في مشاكل النهارده احنا محتاجين نشخص ونجاوب على السؤال اللي حضرتك تفضلت وسالته ليه الشكل بتاعنا في بدايه الدوري كان جيد بعد كده بدا نزيف النقاط يحصل وصولا لخساره اللقب الافريقي ومن ساعتها نفتكر نعم كده نعمل كده مع بعض يا جماعه فلاش باك لبدايه الموسم كان معانا بيتسو موسيماني وكان النادي الاهلي ابرم عدد من الصفقات المميزه جدا 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 وهاخد فلاش باك من بعد ماتش الجونه السنه اللي فاتت بعد ما النادي الاهلي خسر الدوري بيتس موسيماني ساعتها طلع قال تصريح شهير جدا جدا موجود على السوشيال ميديا طلع قال يا جماعه انا اتعلمت من الموسم ده الاخطاء اللي انا وقعت فيها وان الدوري اسلوب اللعب فيه مختلف عن اللعب في افريقيا وان شاء الله من السنه الجايه هتلاقوا نسخه جديده للنادي الاهلي بالفعل بدايه الموسم ده كان فيه تغيير فني وتكتيكي واضح في اداء النادي الاهلي وهو ان بيتس موسيماني استقر على اللعب بطريقه 3 4 3 منذ بدايه الموسم وكان ساعتها بيلعب حتى بيرسي تاو فولس ناين او مهاجم وهمي في التشكيله ومحمد شريف كان قاعد على الدكه. بدايه الموسم لقينا النادي الاهلي بطريقه 3 4 3 بيكسب الاسماعيلي في الاسبوع الاول 4 0. في الاسبوع الثالث بيكتسح نادي الزمالك بنفس اللعيبه اللي معاه وان كان مع جهاز فني مختلف لكن لعيبه كانت معاه واعتقد كمان زياده على اللعيبه الموجوده نادي الزمالك برضه تعرض لعدد من اللاعبين سابوه ومشوا وخلعوا من الفريق زي طارق حامد زي ابو جبل سيسي ودلوقتي كمان بن شرقي ونجم مش هيكملوا خمسة خمس النادي الاهلي كسب آه سموحه 4-0 يعني تمام نتائج كبيره جدا ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الطريقه دي بدات تساعد النادي الاهلي ببساطه ليه ليه اداء النادي الاهلي يعني في 3 4 3 مميز عن اي طريقه اخرى حاليا بقول حاليا ليه لان الاثنين فول باكس اللي عندك تعبانين بدنيا منذ اصابه اكرم توفيق يعني محمد هاني بس بس معلش خليني اختلف معاك شويه طبعا 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 لانه لانه يعني هي هي نفس اللعيبه ما اعتقدش انه حتى لو الطريقه دي الاهلي بيطبقها دلوقتي خلي بالك انه الناس حاسه نعم نا. في ناس جزء كبير من جماهير النادي الاهلي حاسه انه في لعيبه كتيره جدا منهم اسماء ونجوم نعم. مفيش شك في قيمتهم ولا في امكانياتهم نعم. محدش يقدر يشكك في قيمه نجم زي علي معلول نعم. محدش يقدر يشكك في قيمه نجم زي عمرو السليه بس في ناس شايفه انه اللعيبه كلها مستواها متراجع يعني احساسي الشخصي احساسي الشخصي نعم. ان جمهور نادي الاهلي اتفقت انه نجم مباراه الاهلي والزمالك وليد سليمان الذي لم يشارك من صحيح. بدايه الموسم صحيح فلما يبقى وليد سليمان عبد البعيد عن المباراه ومحمد عبد المنعم طبعا لما لما يكون وليد سليمان اللي بعيد قوي عن المشاركه نعم. ورجله مش في الملعب بلغه الكوره وانت عارف دي حاجه مهمه وهو نجم المباراه في وسط كل النجوم اللي موجوده دي ده معناه ان في حاله تراجع كبيره جدا في مستويات نعم. كل النجوم القصه مش قصه تكتيك ومش قصه نعم. طريقه لعب بس كلامك جميل جدا وهرد عليه من نفس الماتش ايوه النادي الاهلي لما احنا اتفقنا ان الشوط اول 45 دقيقه سيطره كامله ومطلقه لنادي الزمالك م. لا خلاف عليها والنادي الاهلي لم يكن له تواجد احنا اول تسديده على مرمى محمد عواد في الدقيقة 45 من اليو ديانج اول تسديده طيب الشوط الثاني لما الجهاز الفني للنادي الاهلي استقر على اجراء بعض من التغييرات وتعديل طريقه اللعب 3 4 3 بدا النادي الاهلي يستحوذ على اللعب تماما لمده 30 دقيقه نسبه وصول نادي الزمالك في اول 30 دقيقه من الشوط الثاني تقريبا كانت منعدمه تقريبا ما شفنا يعني محمد الشناوي ما كانش عليه اي فرص خطيره في ال 30 دقيقه اللي النادي الاهلي لعب الاهل بيهم 3 4 3 لغايه الدقيقه 75 بعد تغيير صلاح محسن بدل ياسر ابراهيم وعوده طريقه اللعب لاربعه في الخلف ولكن بطريقه اربعه اثنين 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 بدا نادي الزمالك يعود مره اخرى للظهور في الثلث الاخير من ملعب نادي الاهلي وشفنا حتى هجمات خطره في مواقف واحد على واحد وطبعا فرصه بن شرقي اللي هو اللاعب الار 2 وجت في القائم طيب ده بيدينا مؤشر ليه بيدينا مؤشر يا احمد ان لا في ساعات الجهاز الفني والمدرب بيتدخل تكتيكيا لمعالجه جزء بدري بمعنى علي معلول كلنا متفقين ان علي معلول واحد من افضل المحترفين اللي جم في النادي الاهلي لا يقول هذه الحقيقه الا جاحد يعني اللي ينكر هذه الحقيقه جاحد فنيا بصراحه طيب هو حاليا دلوقتي علي معلول هو هو نفسه من سنه او سنتين لا طبعا لان في عوامل كتيره اثرت على الاداء البدني العمر التعب السنه دي علي معلول زي لعيب منتخب مصر لعب بطولات كتيره كاس عرب مع منتخب تونس ولعب كاس الامم بيواجه موسم صعب بدنيا زي اللعيبه الدوليين في الاهلي والزمالك مع الاغلب بتعتبروا ان اللعيبه دي ما بتاخدش بريك او ما نعم. بتاخدش فتره راحه سلبيه بالظبط تخليها تستعيد امكانياتها البدنيه مره ثانيه خلي بالك بقى مركز علي معلول في طريقه 3 4 3 بيتامن بلاعب وراه مم. في طريقه 4 2 3 1 او 4 3 3 ما فيش واخد الخط كله ما فيش دي بتاعتك وعشان كده طريقه انا قلت واتكلمنا كتير قوي قوي مع الكابتن اسلام الشاطر في البيت الكبير اربعة 2 3 واحد اي طريقه فيها اربعه ورا لا تناسب الاهلي حاليا لان احمد خلي بالك النادي الاهلي في السنوات الاخيره بجانب صانع اللعب عندك بلاي ميكر سواء كان عبدالله الله السعيد قبل ما يمشي او مجدي قفشه دلوقتي الاثنين الفول باكس بتوعك من صناع اللعب اكرم توفيق واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي في الشق الهجومي لما كان بيلعب انت بتطلب من محمد هاني ادوار هجوميه تطلب من علي معلول ادوار هجوميه طيب هم مابقوش يقدروا يعملوها خلاص ودلوقتي كل اي منافس بيلعب نادي الاهلي بيعمل ايه؟ يا جماعه هنستنى لغايه لما هاني وعلي معلول يطيروا كلمه معتاده بنسمعها كلنا حتى في السوق التحليليه كل اي منافس صغير كبير متوسط مصري افريقي أسياوي من اي حته نستناهم لما يطيروا وهوب ارمي الكره وراه لو بتلعب بثلاثه انت متأمل الدليل على كلامي ان نادي الزمالك هو هو نفس الفريق دخل اوضه لبسه وخرج ما غيروش حاجه ما غيروش حاجه قبل حتى خروج الجزيرة طب خليني بمناسبه اوضه اللبس اتفضل انا هعمل كده يعني طب. مشهد تصوري ان انا طب. وانت قاعدين في اوضه لبس النادي الاهلي دلوقتي نعم وهنحاول نشوف شويه ايه يعني الناس حاسه ازاي لعيبة جهاز فني نعم جوه النادي عشان يكملوا المشوار نعم انت عندك مطب صعب جدا خساره اللقب حاسس نعم. انه بره اوضه اللبس دي طيب. الجماهير في حاله غضب شديده جدا مليون في المية شايف انه الـ 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 النور اللي باين في النفق اللي انت ماشي فيه ده هو الفوز والتتويج ببطوله الدوري عشان تعدي الموسم الصعب وبعد نعم. الموسم ما ينتهي نحسب الحسابات ون ونراجع بقى كل واحد يراجع نفسه ونشوف هنعمل ايه في اللي جاي بس المهم نوصل نعم. لبر الامان، بر الامان اعتقد كلنا متفقين انه مفيش بديل عن الفوز والتتويج ببطوله الدوري ممكن نقولها بصيغه مختلفه لان هاي. طبعا المكسب مكسب بطوله او مكسب حاجه كبيره في اكيد طبعا كنا بنجتهد بس برضو دي في مشيئه ربنا سبحانه وتعالى الاكيد ان احنا متفقين ان يجب ان المنظر يتغير م. ان يجب ان الجمهور يحس ان في روح طيب اتفتح. ابتدي من بكره اروح معاك لبكره، لأن بكره بداية المشوار. صح صح في 48 ساعة صح عندك عندك تحديات صح معنوية ونفسية نعم وبدنية وفنية نعم وتكتيكية. نعم في 48 ساعة كافي لسوارش وجهازه الفني إنه ينتشل اللعيبة من الحالة دي ويبتدي من بكرة بداية جديدة؟ يقدر يعمل بعض، في وجهة نظري الشخصية، بعض الحلول السريعة اللي من شأنها تخلي الفريق شكله أفضل. زي ما بالظبط هو آه سواريش معاه اثنين محللين، محلل أداء للمنافسين ومحلل أداء للاعبين. مليون في المية وهم أكيد طبعا يعني في المجال ده أكيد أحسن مننا بكتير تمام ولعبوا الجون قبل كده يعني شافوا لا لا أنا بتكلم على اتنين محللين هم يعني أكيد هم أحسن مننا إحنا كشغل تمام مش حتة هم شافوا قبل كده شافوش أيه. أكيد وأنت بتشوف ال 90 دقيقة بتاعتك وأنت بتحللها ما بتحلش 90 دقيقة كاملة أنت تاخدها كوارتر, كوارتر 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 هتبدأ تبص إن أول نص ساعة من الشوط الثاني كانت هي دي أفضل فترة للنادي الأهلي في المباراة واللعيبة دي قدمت أفضل أداء ليها في المباراة وجهه نظر الشخصيه اول قرار فني اتمنى ان احنا نشوفه بدايه من مباراه بكره باذن الله قرار فني بتحول طريقه اللعب بتلاتة أربعة 3 ليه؟ طريقه بتامن ان انت دفاعي وخلي يا احمد ساعات ساعات يبقى انت عندك مشاكل في الهجوم بتقول ايه مهاجم بتاعي ما بيجيبش جوان اوكي امن نفسك دفاعي بس آه ممكن اقول لك حاجه كجمهور طبع. بقى انا آه مش طبع هنا طبع كمحل طبع فني. طبع طبع. احنا ما كانش عندنا مشاكل دفاعيه، احنا كان عندنا اخطاء ساذجه دفاعيه، يعني لا يعني يعني بص اخر ماتشين مثلا نعم دخل في الاهلي اربع تجوان صح؟ ماتشين في بيراميدز وماتشين في الزمالك، نعم. جولين في بيراميدز وجولين في الزمالك نعم بس راح عليك كام فرصه؟ اه يا فندم راح عليك كام فرصه؟ ما تحصلهاش اهداف، آه. انت السؤال هنا الصح، راح عليك كام فرصه؟ مش دخل في ماتش اللي ممكن الفريق اللي قدام نادي الزمالك الشوط الاول الاكس جي عنده في الشوط الأول بس أيوة. يفوق الـ 2.5. المشكلة بتاعة نادي الزمالك هو ضيع فرص مش أنت مش في دفاعك مم. أنت أه دخل فيك جولين بس لكن ضاع كام فرصة ضاعت قدامك؟ كان ممكن الشوط الأول ببساطة أيوة. نادي الزمالك ينهي او أربع أهداف كانت سهلة إحنا عايزين نقيم موقفنا مهم جدا جدا الصراحة في تقييم الموقف حاليا أيوة. أنا بتكلم كل الكلام ده فني قبل ما ممكن في آخر خمس دقايق أتكلم في أمور أخرى لكن دلوقتي مهم جدا إن إحنا نقف على الأمور الفنية إن إحنا محتاجين نصحح ونساعد لعبتنا لان علي معلوم مع كام احترامي ايوه طيب. انت وحتى محمود وحيد طيب انت ما تقدرش في الوقت الحالي تعبين مربع خلينا نختم بتحديد الادوار بتصدق. مطلوب ايه من اللعيبة مطلوب ايه من الجهاز آه. الفني مطلوب ايه من الجمهور بس انا وعدت الناس النهارده طبع. نديهم مساحه اكتر ان هم يسالوا وانت تجاوب جميل. خلينا نشوف جزء كده من اسئله الناس طبع. طبع. ونرجع نختم ب... بتحديد الادوار تمام علاء مصطفى السلام عليكم احمد وكريم وعليكم السلام ليه بدر بنوم بعيد عن المشاركه مع جاهزيته ومحمود متولي ومحمد محمود وكوكا بعد التالق بالمناسبه خليني اقول لكم مستجدات ملف الاصابات عند الاهلي كوكا غياب ثلاث اسابيع وطاهر ثلاث اسابيع فيعني يعني, يعني متولي. صعب متولي و... 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 ومتولي ومتولي المتولي لا متولي كان في التمرين النهارده ما كانش في حاجه شارك النهارده في التمرين بعيد عن المشاركه ومحمود متولي وكوكا ومحمد محمود وزياد طارق ومعاهم كابتن وليد سليمان ونريح اللعيبه المجهده طبعا وجهه نظر من علاء مصطفى خلينا ناخد الاسئله كلها ونرجع نجاوب عليها مره واحده يا كريم ان نانا عزه لو سمحت تقول للعيبه احنا وراهم ياما فرحونا واحنا معاهم على الحلوه والمره وهم دول اللي فرحونا بمرتين في كاس بافريقيا اعتقد مرتين وكاس العالم مرتين والاهلي فوق الجميع مفيش حد عايزه يخس طبعا طبعا متفقين ومفيش خلاف ده مبدا يعني ده مبدا ثابت احنا مع الاهلي على الحلوه والمره والناس اللي بتبقى مستنيه الاهلي يكسب طول الوقت دي ناس يعني عايشه خارج السياق العقل والمنطق مفيش فريق في الدنيا مهما كانت امكانياته بيكسب طول الوقت احنا كل اللي بنقوله او اللي انا قلته النهارده انه الناس بتزعل لما بتحس انه اللعيبه نخسر ونتقبل الخساره وبنخسر بطولات وياما خسرنا بطولات اهم واكبر بكتير من من بطوله كاس مصر لكن كنا دايما بنحس انه اللعيبه عملت يعني اقصى, ما في وسعها ده في الحاله دي اثق تماما في انه الغالبية الكساحه من جميع نادي الاهلي ما بتبقاش زعلانة وبتقف في ظهر الفرقه عشان تقاومها في اسرع وقت ممكن وليد المصر المصري انا بحب كريم أوي فعلا انسان محترف ودقيق مش يعني مش ما م م يعني طبعا استاذ كريم وكتر مسك في قناه الاهلي حبيب اهلاوي وافتخر ده وليد المصري بعت لك تحيه شكر كريم شكرا جزيلا شكرا وبعد كده علي فهمي السلام عليكم علمت استفهام على بعض المراكز في الاهلي وتوظيف اماكن اللعيبه خاصه في نهائي الكاس ورايك في التغييرات في الشوط الثاني طب نكتفي بالجزء ده وندي فرصه لكريم يا اه نطمغدي نحاول نجمع بعض النقاط من قالوها الاصدقاء ان احنا عايزين يا جماعه اكيد في حلول سريعه وفي حلول طويله الاجل بس مهم جدا 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 واحنا بنحاول نشخص الامر ما نحاولش ان احنا نفتح توبيكات ربما ما تديناش الحلول السريعه بما دي مثلا بسيط جدا اكيد طبعا في بقى النادي الاهلي النهارده في فتره بيتحول من اداره قطاع الكره في النادي من مجلس الاداره لشركه كره دي عمرها ما حصل في التاريخ واحنا النهارده على غرار ان احنا نمشي زي اوروبا احنا ماشيين في الطريق ده بس اكيد في الوقت ده بتحصل حاجات اكيد مش بنفس الايه الجوده اللي انت منتظرها بعد خمس سنين م. احنا لسه بنقول بنقول يا هادي وبنسلم الملفات في وجهه نظري الشخصيه حاليا لو احنا بصينا الأمور الاداريه اكتر من نبص الأمور الفنيه هيبقى احنا بالظبط بالظبط شخصنا غلط لا لازم نشخص صح التشخيص الصحيح ان احنا لو بنلعب بتكتك وباسلوب فني يناسب اللعيبه اللي معانا دلوقتي هنقدم نتائج افضل مش هيبقى الشكل بالسوق اللي احنا شفناه طب سؤال الثاني بمناسبه الاسماء اللي اتذكرت دي طبع. لعيبه زي متولي وزي محمد محمود وزي زياد طارق طبع. وزي فخري ويعني و... و... مش عايز انسى حد بس في في سكواد النادي الاهلي لعيبه كتيرة جدا كواليتي يعني محدش برضو يقدر يقول ان يعني يقلل من امكانياتهم هل الدفع بيهم في الماتشات اللي جايه بدل اللعيبه المرهقه او المجهده ممكن يكون واحد من الحلول ولا يبقى مخاطره او مغامره غير محسوبه من وجهه نظرك؟ مليون في, <applause> في الميه تقييم اللاعبين هو حق اصيل للمدير الفني، داي. لكن مثلا هدي مثلا محمد محمود، م. محمد محمود شارك لمده 45 دقيقه في الشوط الثاني قدام مباراه الزمالك في مباراه فرن الكاس، ما كانش في مردود اقدر اقول ان كان فيه بصمه قويه لمحمد محمود لما اجتهد، حاول ولكن المنتظر منه في اوقات كتيره كان اكتر من اللي احنا شفناه م. فبالتالي اكيد هو محتاج ان هو يجتهد أكثر في التدريبات عشان يقدر يقول انا والله اقدر اشيل رقم ثمانية، لان هذا رقم ثمانية في النادي الاهلي ده حاجه مش بسيطه ده واجبات رقم ثمانية في النادي الاهلي دفاعيه وهجوميه وكمان صناعه لعب م. فلا احنا في الاخر انا عايز المدير الفني هو اللي يقيم وهو اللي يقول ده يستحق ده ما يستحقش محمود متولي عانى لمده فتره طويله من الاصابات الجهاز الطبي طبعا مع مدرب الاحمال مع المدير الفني لما يشوفوا ادائه في التدريبات هم اللي يقولوا والله يقدر مثلا محمد عبد المنعم شفناه في مباراه نادي بيراميدز كان في بعض يعني كان في بعض المشاكل مباراه نادي الزمالك الوضع كان افضل بكتير هو السؤال هنا اللي ممكن الجمهور برضه يساله نعم. هو اللعيبه دي لو مش في اعلى مستوياتها مين اللي مسؤول عن ده؟ هم بس؟ لا ما في حاجة كتير يا احمد لا ثانيه يعني يعني واحده آه. لا ثانيه واحده آه. في حاجات كتير جدا 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 لازم تاخد بالنا منها ان النهارده اللعيب بيتم تقييمه بدنيا بمعنى ايه مثلا انا كان عندي مشاكل كبيره جدا مع مدرب الاحمال اللي كان مع بيتس موسيماني ده في نظري وقلتها وهو موجود عشان الناس ما تجيش لا انت بتتكلم يا كريم بعد ما الجهاز الفني فني مش لا اللي بيتابع فقرتنا مع الكابتن سامي الشاطر انا ياما قلت لا الاحمال بتاعتنا فيها مشاكل من امتى من ماتش السوبر قدام الجيش من ماتش السوبر قدام الجيش احنا ماتش السوبر قدام الجيش خسرنا قدام فريق ما كانش بيلعب كوره لمدة شهرين اجازه فريق اجازه كان فريق الجيش مع كابتن أيه. علي بس بسيوني اجازه وخسرنا ليه كان في مشاكل فنيه بعد كده رجعنا ولعبنا وعدلنا حاجات كتير جدا ومشينا 3 4 3 بشكل كويس جدا بعد كده فجأة رجعنا من بعد الأسبوع السابع أو الثامن لأربعة اتنين تلاتة واحد ربما عشان خاطر أفريقيا في حاجات حصلت لكن بدنيا اللعيبة واقعة عشان اللعيبة دي نبدأ نحاسبهم على أدائهم لازم يبقوا بدنيا كويسين يعني النهاردة عمرو السورية الشوط الأول مش قادر مش يا جماعة إمام عاشور إمام عاشور فتح سبرنت قدام أليو ديانج وسبقه هل ده منطقي؟ لا إمام عاشور بيجتهد ربنا يوفقه طبعا لكن اليو ديانج مش اليو ديانج يبقى اليو ديانج عنده حاجه مش مساعداه محتاجين نفهم النهارده ليه الجهد البدني عندنا وخيب... وصل للتشيك ده وخيبك احمد لما بدنيا بتبقى مش كويس نفسيا وذهنيا بتبقى مش كويس ده معنى ايه تتعصب واحنا بنواجه فتره في عصبيه زايده عند النادي الاهلي واضح في عصبيه زايده في الملعب لا ما ينفعش لاعب النادي الاهلي يبقى متعصب بيزود منها بمناسبه كلامك لما لا. تتاخر كمان بهدف برافو عليك يعني لما يدخل فيك كده، في عليك دغطات. اه بتزيد الضغوط وبتزيد مش قادر، وبتشكل التركيز لا وحاجه كمان انت مش قادر يعني م. انت بتحاول تجري في نقطه يا جماعه هو اللعيب لما بيقول مثلا ايه انا عايز اخد قرار ان انا اجري وافتح سبرنت في الحته دي هو بي هو بيقعد يفكر ده بياخد قرار في جزء من الثانيه م. السؤال هنا بدنيا تقدر ولا ما تقدرش؟ أول هو هو عارف جواه هو عارف يعني. او ما بيحس إن هو مش قادر بيبدأ يعوض عدم القدرة دي بالعصبية م. أنت عملت وأنت زي بالظبط بالظبط إحنا شفنا ابن الأهلي كلها في الملعب بتطالب إن زيزو ياخد إنذار تاني زيزو ما كانش واخد إنذار أول أصلاً أه أنا كنت لسه بسألك ده بسبب إيه؟ في يعني. عدم تركيز في عصبية فإحنا محتاجين نعمل إيه خلاص اللي فات مات هو دي بأخر اخر بطوله اخر بطوله لعبها في حياتنا بكره عندنا ماتش بالظبط مع فرقه يعني قدام الاهلي ده هو كل فرقه قدام الاهلي بتبقى نعم. فرقة فرق يعني صعبه مع وجود طبعا مدير فني محترم جدا ليه فكره ولي وليه طريقه كابتن طلعت يوسف مباراه ليها حسابات كتيرة جدا نعم. شايفها ازاي وشايف مستر سوارش اكيد طبعا وصل له يعني حتى لو راجل لسه ما اندمجش معانا قوي فهمناش قوي نعم. بس وصل له رده الفعل العنيفه جدا بعد خسارة لقب الكاس فبالتاكيد ده زود الضغوط عليه شايفه يفكر في الطريقه في في, آه. في طريقه ماتش بكره ازاي وفي في اللعيبه اللي ممكن تكون آآ آآ انسب لمواجهه الجونه نعم هو طبعا سوارش كان عليه كتب بدلاء في ماتش الدور الاول اللي كان مؤجل احنا آه. اتعلمنا فيه في الغردقه وهو شاف الفرقه دي وفهمتغش فيها شيء احنا بنتكلم فتره وليلى واحمد وبالتالي مفيش اي حتى كابتن طلعت يوسف استحاله مستحيل آه. يعمل اي بصمه في الفريق في خلال الفتره دي بص انت شفت الفرقه بتاعتها ازاي ومش الجونه بس هتلاعبك كده احنا بنقول دايما ان الدوري المصري في لا يقل عن 10 او 12 12 فريق بيواجهوا النادي الاهلي طول الموسم بطريقه واحده مم. زون ديفنس والعب على المرتدات ورا الاثنين فول باكس بتوعك الطايرين فانا على المستوى الشخصي اتمنى من سواريش حاجتين امر فني انك تبقى شايف فعلا ان افضل افضل فتره للفريق معاك لما انت قررت تلعب ثلاثة اربعة 3 اتمنى ان الكابتن سامي قمصان يديك نصايحه في بدايه الدوري السنه دي لما لعبنا 3 4 3 وان هي مناسبه حتى بدنيا لينا احنا بدنيا مش هنرجع يا جماعه خلونا نتكلم كده نتكلم بحقيقه مدرب الاحمال الحالي مع الفريق مش هيقدر معهوش عصا سحريه انه بكره الصبح يخلي علي معلول يلعب 90 دقيقه كامله بنفس الريتم وبنفس الباترن مستحيل طيب احنا نعمل ايه محتاجين نلعب بطرق لعب تساعدنا بدنيا طريقه 4 2 3 1 او 4 3 3 اي مشتقات من 4 2 3 1 طرق متعبه لانها الطرق بتعتمد ان الفريق كله كتله واحده كله بيدافع وكله بيهاجم ده مستحيل نعمله حاليا احنا حاليا محتاجين نثبت ثلاثه وهدي مثلا من عند الزمالك فريرا هو نفس الراجل اتغلب من الجيش وام بوعد 1 0 الكلام ده بقيمه شهر ونص اتغلب خسر ست نقط ورا بعض هو هو بعديها عمل ايه؟ خد اتغلب ليه؟ اتغلب, إيه؟ اتغلب انه كان بيلعب بطريقه لا تناسب اللعيبه بتاعته. قال يا جماعه انتوا ما تقدروش بدنيا ما نقدرش يبقى نعمل ايه؟ عشان يبقى شكلنا دفاعيا افضل نلعب ب اربعة ثلاثة من ساعتها نادي الزمالك تحسن في الاداء ده قرار فني اللي احنا يا احمد ممكن نقعد نفكر في حاجات كتير جدا اصل فلان هو المشكله اصل الساحر المشعوز. مش عاوز مش عارف ايه اصل هم ما بيلعبوا ازرق نقعد بنخش في حاجات كتيره مش هي السبب يعني لا عايزين نقف عند السبب اللي مخلي شكلنا كده والطلب الثاني اللي عايز اطلبه من سوارش من فضلك لا تعد باي شيء السنه دي. لا تعد في كلام لا ده انا هسالك سؤال تاني اتفضل لو الاهلي قدر باذن الله نعم انه يكسب كل ماتشاته اللي فاضله له في مسابقه الدوري نعم بنسبه كام في الميه الدوري في الجزيره؟ انا اتمنى على المستوى الشخصي دايما. ان سواريش يوعدني بانه هيحسن اداء اللاعبين والشكل اللي شفناه في الشوط الاول قدام من الزمالك مش هنشوفه تاني ايه الاولويه تحسين آه. اداء ولا آه المك... ولا نتائج؟ تحسين اداء تحسين اداء آه يعني النتائج يعني تيجي بعد يعني كده يعني لو انا يا بقول لك نعم. ما تسالنيش عن الاداء وما تسالنيش على تطوير اداء الفريق ولا المهاري ولا الخططي ولا البدني واسالني بس عن النتائج الماتشات اللي جايه اعتبرها ماتشات كؤوس وانا مطالب ان انا اكسبها كلها وما تطلبش مني حاجه ثانيه يلام على على ده على الكلام ده الراجل لا انا ممكن بس ما احبش اسمع كلمه مثلا مثلا مثل زي أي. مثلا ايه احنا ان شاء الله بعد فتره ما حدش هيكسبنا لا انا ما احبش اسمع ده أوه. انا احب اسمع ان شاء الله احنا هنحسن الاداء ده ان شاء الله الوضع يبقى افضل لما نقف على رجلينا ونحسن البدني، ان شاء الله هنعمل على تح... تصحيح الاخطاء بتاعه اللاعبين الفرديه، ان شاء الله هنسعى لتطوير اداء بعض اللاعبين اللي فعلا ممكن يجي منهم وهم لعيبه كويسه بس فاقدين الثقه، طيب. كل الكلام ده هو ده, ده أنا ه... هرجع لنقطه إيه؟ المنافسه على البطوله، اللقب طب. النهارده زي ما الاهلي بيعاني من غيابات واصابات نعم. وحاله اجهاد احنا اتكلمنا عليها، طب. الزمالك ايضا بيعاني من غيابات وغيابات لاعبين مؤثرين جدا مليون في جدا هيستكمل بقيه مشوار البطوله من غيرهم مليون في ويعاني ايضا من نفس حاله الاجهاد اللي بيعاني منها في النادي الاهلي وبيراميدز موجود, موجود بالتاكيد، طول. بس يعني رقميا او حسابيا بيراميدز نعم. ما يشغلنيش قوي <applause> يعني نعم. انا لو خدت الماتشين المتأجلين بتوعي اركب فوق بيراميدز <applause> على طول مفيش مشكله، لكن اللي انا محتاجه يقع او اللي محتاجه يعطل عشان انا اقدر انافس على اللقب الزمالك، انا محتاجه يقع مي يقع مينيمم من في ماتش، يخسر ثلاثه نعم. بونت عشان نرجع مع بعض تاتا تاني، ف... نعم. في ظل المعطيات دي شايف ازاي الفرص للفرق الثلاثه بلاش الاثنين نعم. الفرق الثلاثه في المنافسه او في تحقيق هدف الفوز ببطوله الدوري الفرص موجوده لمن يجتهد ويصحح اخطاء احنا مم. هنا بما احنا بنتكلم في قناه النادي مم. الاهلي فاكيد مليون في الميه يهمنا النادي الاهلي النادي الاهلي في الوقت الحالي محتاج على تصحيح الاخطاء اللي ظهرت في المباريات السابقه اللي خيبك يا احمد اوتوماتيكلي النادي الاهلي بينزل يلعب ماتش ودي انت مطالب بالفوز مليون في المية لان المفهوم عند اللي بيتفرج على المباراة ان النادي الاهلي عنده افضل كواليتي لعيبه عنده افضل كواليتي للجهاز الفني والنهارده فعلا احنا عندنا جهاز فني متكامل يعني كافراد جهاز فني متكامل ولكن عايزين بقى نشوف الشغل والاداء انت النهارده محتاج تديله مساحه الشغل عشان الراجل ما يتضغطش انا عارف طبعا ان الهزيمه دي ممكن تخلي في يعني ايه ما فيش جسر الثقه حاليا يبني حاليا اوكي ممكن نأجلها شويه بس محتاجين فعلا ما نضغطش الراجل والجهاز الفني زياده عن اللزوم لان طبعا احنا عندنا اجنده ضيقه طيب النادي الاهلي طبعا حظوظه موجوده كل شيء إن شاء الله بس بإذن الله. محتاجين ندي برهان وعلامه ان احنا شغالين صح وان احنا مش فاتحين ملفات ربما ملهاش دعوه بالشكل الحالي للفريق فنيا في المباراة ان شاء الله باذن الله يكون بدايه تصحيح المشوار من بكره أه هسال سؤالي الاخير لكريم بعيدا عن الكره والرياضه وانت استاذ سوشيال ميديا انا عارف نعم. شايف الـ الـ الهجمه الشرسه اللي بيتعرض ليها النادي الاهلي على السوشيال ميديا سواء كاداره او كلعيبه او كجهاز فني او حتى مسؤولين سابقين في لا في النادي في الاهلي طبيعيه ولا شايفها مصطنعه او مفتعله او ليها او فيها بتترجم حاله تربص بالنادي الاهلي؟ كل الاجابات ممكنه لهذا السؤال م. يعني احنا بنتكلم في فضاء فاضي يعني خالي واي حد النهارده في اي مكان يقدر يصنع صفحه يقدر يعمل اكونت يقدر يعمل هو عايزه يجب في وجهه نظري الشخصيه مش كل حاجه تتكتب على السوشيال ميديا يتم التعامل معها كانها خبر رسمي من موقع رسمي او يتم التعامل مع صاحبها لمجرد ان هو عنده بعدد من الفولورز بان هي حقيقه مثبته لا هذا هو ده الامر في وجهه نظري يدخلنا في مشاكل لا النهارده ببساطه اي حد انا بقول له اي حد على السوشيال ميديا من حقه وجهه نظري احنا احنا مش بنشجع اسماء ومش بنشجع طب نجوم احنا في النهايه تيشرت وشعار النادي الاهلي هو الهدف وواقفين في ظهره مهما كانت الظروف صعبه ومهما كان في ازمات او خلينا نقول كبوات قادرين نقوم منها دايما زي ما الاهلي عودنا على مدار تاريخه احسن واقوى وافضل من الاول كريم سعيد شرفتنا ونورتنا شكر في السادسه يا يعني احمد وان شاء الله الامور تتحسن ان شاء الله باذن يعني الله ان شاء الله وزي ما تعودنا وزي ما شفنا في مواقف كتير جدا من النادي الاهلي الظهر والسند الاهلي هو جماهير نادي الاهلي بجد جمهور النادي الاهلي اللي بيحب ويعشق اسمه كيان النادي الاهلي هو اللي واقف في ظهره دايما في المره قبل الحلو شكرا لحضراتكم